السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. تنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا في صحه جيده يا ربي امين. اليوم جيت نتكلم لكم في القناه ديالي، قناه كونساي امينه، على واحد المشكل اللي ما نقولش الاكثريه تيعانيو منه. مي تيجيو عندنا الناس لا فارماسي تيسولونا على هذا المشكل بزاف، هو مشكل التهاب ديال اللثه. شنو المشاكل ديالها وشنو الاسباب ديالها وكيفاش يمكن لينا نتعالجوا منها ان شاء الله، وكيفاش يمكن لينا نحافظوا على اللثه ديالنا. كيف ما تنعرفوا المشاكل ديالها كثيره وعديده بزاف، واولها الرائحه الكريهه اللي تتخرج من الفم ديالنا من تتكون التهاب ديال اللثه، زائد ما تنقدروش نبقاو نغسلوا سناننا تيحرقونا، اللثه تتجرح تيسيل الفم تيولي الدم، ما تنقدروش ناكلو بزاف د الحوايج، ما تنقدروش نعضوا بزاف ديال الحوايج لان لا عضينا اي تفاحه ولا شي حاجه تيبقى الدم تيزعجنا، الحريق اللي تيكون حيت تتكون اللثه منتفخه، الشكل ديال اللثه ما تيبقاش زوين، تيولي تغيير اللون ديالها، تتنتفخ، تتبتعد على السنان ديالنا، ما تيبقاش هذاك اللون ديالها والشكل ديالها. بزاف المشاكل، واليوم غنطرق لكم الاسباب ديالها. اول سبب هو بقايا الطعام. بقايا الطعام راه مشكل كبير، انا تنأكد عليها. غسلوا سنانكم 3 مرات في النهار بان دونتيفريز، وديروا لي بان دو بوش. انا شويه غنتكلم لكم على لي بان دو بوش اللي يصلحوا للثه ان شاء الله، غنوريكم اكثر وحدين مزيانين للثه. وكيف ما قلت لكم بقايا الطعام راه تتسبب لنا مشكل ديال الالتهاب ديال اللثه ديالنا، لان البقايا تتبقى تتراكم لينا في الفم ديالنا، تتكون لينا واحد الطبقه ديال الكالكار. هذيك الطبقه ديال الكالكار تتخلي هذوك الجيوب اللثويه ديالنا تتنفخ، تتبتعد على السنان ديالنا، تتلتهب، الا ما عالجناهاش ولا ما حيدناش هذاك الكالكار تيتفاقم، وتتولي عندنا مشكل ديالنا في اللثه. يعني اول حاجه الا كان عندكم الكالكار في السنان ديالكم، من المستحسن انكم تمشيو عند دونتيست تحيدوه وتبداو تعالجوا في اللثه ديالكم، حيت راه هذاك الكالكار الا بقى راه تيبقى تياكل لينا في السنه، تياكل 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 حتى تتولي عندنا تينزل لينا الضرس، الجدر ديال الضرسة وجدر ديال السنان. بعض المرات تنشوفوا ناس ما عندهم لا سوسه، ما عندهم حتى شي حاجه في الفم ديالهم، ولكن تتلقى السنان ديالهم تيتخلخلوا واللثه مريضه، راه غير الكالكير بقى وبقى تياكل وما عالجوش، وبقى تياكل لهم في اللثه ديالهم حتى ولحق لهم الجدر ولاو السنان تيتخلخلوا. كذلك كاين مشكل بالنسبه للرجال اللي تيدخنوا، راه كاين مشكل تاع التدخين، راه مشكل التدخين راه حتى هو راه تيسبب التهاب ديال اللثه والانتفاخ ديالها، لان التدخين ما تيخليش الدم يتدفق لينا في اللثه ديالنا. الناس عاوتاني اللي مركبين السنان، اللي مركبين دايرين تركيب الفم ديالهم، هادوك الناس انا تنقول يغسلوا سنانهم 3 مرات في النهار، وضروري ضروري ضروري، لان من تنكونوا مركبين السنان ديالنا تتكون واحد الفجوه واحد التقيبات ما بين السنه والسنه، هادوك تيدخل لهم الماكله وتتبقى وتقدر تسبب الرائحه، وتقدر الا بقاتوا ما غسلناش سناننا تؤدي لنا انها اللثه ديالنا تلتهب وتنتفخ. كذلك الناس اللي دايرين التقويم انا نقول لهم غسلوا سنانكم، لان الناس اللي دايرين التقويم تما خصهم واحد العنايه، لان الا ما اعتنوش بالسنان ديالهم راه حتى هما عندهم هذاك المشكل انها تمرض لهم اللثه ديالهم. كاينين الناس عاوتاني مرضى الكوليسترول، مرضى السكري، حتى هما تلقاو الناس مرادين بهاد الامراض، حتى هما راه تيديو بعض المرات الالتهاب ديال اللثه ديال الانسان. المراه الحامل كذلك، كاينين النساء حوامل تتولي عندهم هذا المشكل بسبب الحمل، لان تيتغي الهرمونات ديالهم كيف ما تنقولوا تيتخربقوا الهرمونات تيتغيروا وتيسبب لهم هذا المشكل ديال الانتفاخ وديال الالتهاب ديال اللثه ديالهم. راه شحال من مراه حامل تتنوض عليها الضرسه وتتنوض عليها السنه غير من هذاك الهرمونات فاش تيتغيروا ليها. واليوم غنقدم لكم واحد النصيحه، انا بالنسبه ليا الى عندكم كالكار حيدوه، وبداو تتغسلوا سنانكم 3 مرات في النهار، ضروري 3 مرات في النهار، ونستعملوا دي بان دو بوش. انا اليوم ان شاء الله غنوريكم لي بان دو بوش اللي تنقدمهم انا كونساي، وتيجيو حتى الناس عندنا تيكتبوهم لي دونتيست، لي دونتيست، وحتى الناس تياخذوهم.
اول بان دوبوش كاين هذا بريزيدون رائع لثه، هذا غزال غزال بزاف ديال التهيوج ديال اللثه، راه رائع بزاف زوين تنصحكم به. وكاين اغترودون كذلك غني عن يعني التعريف اغترودون، لان راه الدونتيفريس ديالو والبان دوبوش ديالو رائعين اللثه. وكاين كذلك كاين هاد الثلاثه تاع لي بان دوبوش انا تنصحكم بهم، خذوا اي واحد فيهم وغسلوا سنانكم ثلاثه المرات في النهار وديروا مضمضه باللي بان دوبوش ثلاثه المرات في النهار من جوج دقائق حتى ربعة دقائق، وتنأكد على المضمضه اللي تتكون في الليل، لان المضمضه اللي تتكون في الليل من موراها ما تنبقوش ناكلو، تستفد منها اللثه، تستفد منها اللثه ديالنا. وان شاء الله راه غير جوج الاسابيع ثلاثه الاسابيع من بعد ما تنحيدوا الكاكر وتنديروا هذا البرنامج ديال نغسلوا اسناننا ثلاثه المرات في النهار ونديروا المضمضه، ان شاء الله اللثه ديالنا تتولي متحسنه تتولي مزيانه ونحافظوا عليها. وتنتمنى الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتنتمنى منكم لا استفدتم من الفيديو خلوا لي ميساج وخلوا لي شنو مثلا شنو بغيتوني علاش بغيتوني نهضر ان شاء الله في الفيديو القادم، وشكرا.